هل هاجمت سخوي 35 مقاتلات رافال في مصر؟ بننشر لحضراتكم مفاجأة بالتفاصيل. والرئيس السيسي يتحدث عن مشروع سيحل أزمة في مصر لمدة 20 سنة. ومفاجأة، صحيفة إنجليزية تلمح إلى رحيل صلاح عن ليفربول وتكشف السبب. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معنا. والرئيس السيسي يتحدث عن مشروع سيحل أزمة في مصر لمدة 20 سنة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مشروع تطويل المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة معا نبني المستقبل هيحل أزمة لمصر لمدة 20 سنة. الرئيس السيسي أضاف خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة معا نبني مستقبل بمحافظة الإسكندرية، حبيت أطرح ونطمئن على المسار اللي احنا ماشيين فيه. لما طرح هذا المشروع كان المطروح هو 3 حارات، وعشان نحل مسألة مؤقتة بنعمل موضوع يحل مسألة مستقبلية ويبقى قادر على استيعاب حركة على الأقل 20 سنة الجايين. وتابع الجهد الهندسي اللي بيتعمل، قد يعتقد الكثير مننا ان تكلفته قليلة وعدد السنين اللي بيتعمل فيها محور زي ده يعد شيئا جديدا. احنا بنقول هنخلصه السنة دي. الرئيس السيسي اوضح ان كل المشروعات التي يتم العمل عليها في مصر يراها جيدة، واذا وجد شيئا ما لا اعرفه استشير المتخصصين. مصدر معانا كان من الوطن. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا يعني تطويل المحاور والطرق في مصر يعني بيسهل على المواطنين انهم يعني يتنقلوا بين الاماكن والمناطق بطريقة سهلة وبدون يعني تعب. او مثلا لو قلنا قبل مشروع تطوير المحور او الطريق كان الطريق مكسر او الطريق مش متوسع، اعتقد ان ده كان ممكن يسبب عطل في العربية بسبب مثلا الطريق مكسر، كان ممكن يعني يبقى في زيادة في البنزين عشان برضو الطريق مكسر او الطريق ضيق في زحمة. فيعني ده بيسهل على المواطنين يعني انهم يتنقلوا بدون اي مشاكل. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل. ننتقل مع بعض الخبر اخر. وهل هاجمت سخوي 35 مقاتلات رافال في مصر؟ رد مينا عادل الباحث في شؤون الطيران الحربي على مقال مجلة بريكنج ديفنس المختصة في شؤون السلاح حول مهاجمة مقاتلات سو 35 لمقاتلات رافال خلال مناورات تدريبية في مصر. قال الباحث المصري في تصريحات لآر تي، يزعم المقال اشتباك مقاتلات سخوي 35 ضد الرافال اف 3R مع خسارتها للمعركة البعيدة بعد عملية التشويش على الرادار. الباحث المصري اوضح ان الجيش المصري لا يمتلك هذا العيار من المقاتلات رافال اف 3R، يعني الجيش المصري ما بيمتلكش هذا النوع من المقاتلات. ما هو نوع المقاتلات الذي لا يمتلكه؟ F3R. ولكنه سيكون التطوير المستقبلي للمقاتلات المتواجدة في مصر من نوع رافال. ولكن هذه المقاتلات ظهرت في مصر لأول مرة عن طريق الجانب الفرنسي خلال مناورات سكاي روس 2021 والتي بين الهند والإمارات ومصر واليونان. ووفقا للباحث المصري، فإن الغرض من التدريب حسبما أعلن سلاح الجو الفرنسي هو التدريب على أن تقوم مقاتلات رافال فرنسية بسيناريوهات هجومية على أهداف، لتقوم المقاتلات المحلية من البلد المستضيف والدفاع الجوي بصدها كما تم في محطة الإمارات واليونان. أشار إن سلاح الجو المصري شارك بمقاتلات رافال وميك 29 وإف 16 وميراج حسبما أعلن الطيارون الفرنسيون، ولم يتم ذكر أو ظهور سخوي 35 في هذا التدريب.
نوه الباحث المصري مينا عادل بأن الفرنسيين قد اشتبكوا مع مقاتلات سوخوي ام كي اي 30 التابعة للقوات الجوية الهندية خلال التدريب في المحطة الأولى من المناورات. وتابع: رغم الاشتباك يجب إيضاح الآتي، هناك اختلاف في خصائص وتكتيكات السخوي والرافال، حيث أن سخوي 35 مقاتلة مهيبة لا تحتاج للاختفاء، ولكن تعتمد على قدرات الرادار بعيد المدى وقدرات الحرب الإلكترونية التي لم يذكر تأثيرها التقرير للمجلة، بالرغم من قوتها التي تعرفها دول الناتو ومراكز البحث مثل RUSI، وتسليح متعدد وبعدد كبير لتصبح خطر لا يستهان به في الجو. وده اللي حصل يعني في حادثة في ديسمبر 2017 في الأجواء السورية، عندما قامت مقاتلتان سو 35 بالإغلاق على مقاتلة F-22 فخر الصناعة الأمريكية F-22، تعد من الطائرات الجيل الخامس، تعد من طائرات يعني الشبح، وطردتها من مسرح عملياتها بعد أن هددت قاذفتين سو 35 في مهمة هجوم أرضي. إذن سو 35 قامت بالإغلاق على الطائرة F-22 الصناعة الأمريكية أو فخر الصناعة الأمريكية، فيما معناه أن F-22 بعدها على طول F-35، F-22 دي طائرة يعني خطيرة وقوية جدا. وقال عادل أن مقاتلات الرافال تعتمد في هجومها على اختيار أفضل الفرص لتنفيذ الهجوم بواسطة الإدراك الكامل لمسرح العمليات، وتقوم بالتربص ومن ثم الهجوم، وكلا الأسلوبين بجانب الدمج مع باقي المقاتلات الأخرى من باقي الطرازات مثل MiG-29 وF-16 وميراج 2000، يمثل قوة جوية مخيفة في سماء المعارك المستقبلية. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب المصادر الروسية، فقد استلمت مصر بالفعل عدد قليلا من مقاتلات سو 35 الروسية. يعني في تأكيد برضو ان مصر تمتلك سو 35 من قبل يعني المصادر، عندك RT وبعض الصحف الروسية، لكن يعني مينا عادل متخصص في شؤون الطيران الحربي بيأكد لك ان المعركة اللي دارت ما بين الرافال والسخوي كانت عبارة عن سخوي 30 هندية مع رافال من نوع F-3R الفرنسية، وده فعلا كان على أرض مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نتمنى للجيش المصري أحدث المقاتلات وأحدث الأسلحة بإذن الله، ربنا ينصره ويقويه، وتحيا مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومفاجأة: صحيفة إنجليزية تلمح إلى رحيل صلاح عن ليفربول وتكشف السبب. واصلت الصحف الإنجليزية التكهن بمستقبل نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح، وألمحت إلى أنه يميل إلى مغادرة الريدز قبل نهاية عقده، وأنه لا يخطط للاعتزال بين أسوار ملعب أنفيلد. وزعمت صحيفة ميرور أن صلاح البالغ عمره 29 سنة الذي يرتبط بعقد مع ليفربول يمتد حتى عام 2023، بيحرص على تعزيز مسيرته بالبحث عن تحدي جديد مع فريق أكبر، مشيرة إلى أنه رغم حبه لليفربول إلا أنه لا يرى أن محطة الريدز ستكون نهاية رحلته في عالم كرة القدم. والصحيفة قالت أن محمد صلاح يعد هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عودته إلى إنجلترا بعد فترة قضاها في روما. وجونز أوضح أنه من المنطقي بالنسبة لليفربول أن يستفيدوا من محمد صلاح، وقال أن محمد صلاح طموح للغاية لا يرى نهاية رحلته في ليفربول، هذا هو السبب في أنه بدأ في إجراء مقابلات في السنة الماضية، ملمحا إلى الخطوة التالية بالنسبة له. هذا ليس بدافع عدم الاحترام، إنه مدفوع تماما بحقيقة أنه يريد أن يتم الاعتراف به على أنه ضمن فئة أفضل اللاعبين. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم بإذن الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.